زين، هنا نجي على شيرشي لا فيريتي، يعني يبحث عن الحقيقة. شيرشي لا فيريتي يبحث عن الحقيقة. ديكوفرير لا فيريتي يكتشف الحقيقة. ديكوفرير لا فيريتي، هنا حتى أطلع النوم مال فعل ديكوفرير أقول إن ديكوفيرت، اكتشاف. إن ديكوفيرت، زين، فإذا هنا الفعل وهنا النوم مالته. غفلي، زين، يعني مثل ما نقول ينتفض أو يثور مقابل أمام المقابل. غفلي فير إن غفلاسيون، يعمل فد ثورة أو انتفاضة أو من هالقبيل هذا. زين، فإذا هذا الفعل غفلي النوم مالته هو غفلاسيون، يعني اعتراض أو كذا. زين، نجي على ديفينير، يصبح. هنا انديفينات، يعني الاسم مالت هذا الفعل أخذته من عنده، ديفينير والديفينات. صار عندي شنو؟ صار عندي ثلاث أفعال والنوم مالتها. احنا مثل ما قلت لكم ماما في بداية العام انه أكثر مفردات المرحلة الصف الرابع هي حفظ للسينونيم المرادف، حفظ لاشتقاق الاسم من الفعل، وحفظ للكونتخير للمعاكسات. زين عيني، فإذا عندي هنا استخرجت هنا الأسماء من هذه الأفعال. هنا ايش منطيني؟ منطيني تصاريف فعل منتير وفعل ديكوفرير. فعل منتير مثل ما عرفنا هو ينتمي بنهاية لأفعال المجموعة الثانية لأنه منتهي بالإي إر، وهذا البي بي مالت المنتي، لكنه من أريد أصرفه يصرف بهالشكل هذا، جيمون بالأس، جيمون أيضا بالأس، إيلو المونت بالتي مع النومنتون، يعني هنا ما يصير عندي دبل أس بالتصريف مالته. نومنتون نحن نكذب، وفومنتي أنتم تكذبون، إيلو ال بالجمع منت هم يكذبون. هذا بالنسبة لفعل منتي. أما بالنسبة لفعل ديكوفرير، هذا البي بي مالت اشتقيته. أنطيكم ملاحظة على هذا الفعل ماما، هذا من الأفعال اللي هو محسوب على المجموعة الثانية بنهايته بالإي إر، لكنه بالتصريف يصرف حسب المجموعة الأولى. مثل ما عندي فعل أوفغير، أوفغير يفتح، ديكوفغير يكتشف، فإذا هنانا تكون نهايته مثل تصريف نهاية المجموعة الأولى، مثلا ديكوفغ بالأو، ديكوفغ بالأو إس، وهكذا. زين، هذا بالنسبة لهذه الفقرة.